أهلا بكم من جديد، معي أنا سعيد سعدي في القناة الحكمة العربية. اليوم سأتحدث عن الفيديو الذي كان له حد وافر من الانتقاد ومن السخط والتذمر عند كثير من متابعين الأستاذة والأخت ميسة سلامة الناجي. بحيث في البداية أقول لكم بأنها لم تكن موفقة تماما في الفيديو الذي تحدث فيه عقب المباراة التي كانت بين المغرب والجزائر والتي انتهت بتأهل المنتخب الجزائري وفوزه بالدوري بطولة العرب. وبالمناسبة نهنئ منتخب الجزائري ونهنئ الشعب الجزائري بهذه الدورة التي كانت دورة قوية بدون شك، خاصة أنها جمعت بين الجارين، هو الشيء الذي أثر كثيرا في الأستاذة ميسة سلامة الناجي. و أشد بأيدي أحد اللاعبين هو البلايلي حينما رفع العلم الجزائري إلى جانب العلم المغربي ليعبر عن خاوة خاوة. طبعا لو تأخرت الأستاذة ميسة سلامة الناجي قليلا ولم تتسرع لكان ربما شيء آخر، لكنني أعاتب الأستاذة ميسة سلامة الناجي لأن إلى حدود الساعة ظهرت معطيات جديدة ولم تكلف نفسها مسح الفيديو، لأن الفيديو أصبح في ذمة الزمن وذمة التاريخ كما نقول. الملاحظ أنني ربما تأخرت في تصوير هذا الفيديو لأن كان ممكن أن يكون رد الفعل، لكن أنا دائما أحاول الإنصات إلى العقل والحكمة والتأخر إلى ظهور معطيات جديدة. والمعطيات بانت بطبيعة الحال، بانت أن الجزائريين يقولون خاوة خاوة بطريقتهم حينما رفعوا العالم المغربي إلى جانب العالم الجزائري، وبانت العديد من المعطيات. بطبيعة الحال انا غادي نفصل في الفيديو ديال الاستاذة سلامة الناجي اللي تأثرت بهذيك الهزيمة، وطبعا هو احساس مقبول، لكن اللي ما مقبولش هو السب والشتم في المغاربة، وخاصة حنا اللي تنقولوا خاوة خاوة. يعني حنا المقصود بالسب والشتم، شكون المقصود اللي تيقول خاوة خاوة؟ هذا الجزائري اللي انا تنقول ليه خاوة خاوة مع داكشي اللي كيدير النظام فيا ولا ضد، مع داكشي اللي كيدير النظام فيا وفي بلادي ولا ضد؟ هذا هو سؤالي، والله شي جزائري ما يجاوبكم على هذا السؤال، تنقسم لكم بالله. حيت تباين بيناتهم، وكيفاش نفسروا ان جزائريين كيخرجوا كيقولوا بوفوار ولاد الحرام، سمحوا لي العباره المغاربه، بوفوار ولاد الحرام، مغاربه خاوتنا. اذا انتم كتسمعوا بوفوار ولاد الحرام على السلطه الجزائر، هادو جزائريين، وتصور تيسب سلطته من اجل الشعب المغربي. اذا كاين ماشي غير هادو، كاين عدد من الاصوات في الجزائر اللي كتدعو للحوار واللي كتهضر بالاشقاء. طائفة من الناس خاوة خاوة. الأستاذ حميد المهداوي، الأستاذ الأخ إم سي طالب، أو لهاد العبد الضعيف، أو العديد من الصحفيين الذين يروا بأن منطق الصراع يجب ومنطق التوتر يجب أن يبقى متحكما فيه. طبيعة الحال نحن إلى جانب الأخوة الجزائريين، الشعب الجزائري بالنسبة لنا النظام الجزائري متورط في القضية الصحراء المغربية، هذا ما فيش نقاش، والعديد من الجزائر اللي طبعا يتفهمون ذلك ويدفعون بقاطرة السلام الحقيقي وقاطرة الأخوة إلى مينائها الصحيح. طبعا الماتش ديال الكرة أو مقابلة كرة القدم جعلت الأخت سلمى الناجي تتفوه بكلمة الشارع أو بكلمة المدرجات اللي كنسمعوها في المدرجات، بحال كلمة بحال ينعل دين أمكم تسب دين المغاربة، وهذا طبعا غير مقبول نهائيا. كما قلت في البداية يجب أن تمسح الفيديو حتى لا تطالوا على الأقل ربما متابعات قضائية، لأن تسب المغاربة، تسب الدين، تسب من يقول خاوة خاوة، وهذا ليس نشازا من المغاربة والجزائر اللي كيكونوا خاوة خاوة، بأقول شبه إجماع.
والملك محمد السادس في خطابه يقول خاوة خاوة بطريقته، الشعب الجزائري في المدرجة يقول خاوة خاوة بطبيعته. إذا شكون اللي يبقى ماشي خاوة خاوة؟ النظام. النظام طبعا الأنظمة هي في عزلة تامة عن الشارع، وحتى النظام المغربي أو الحكومة المغربية بقرارات لا شعبية هي يمكن أن ترضي المغاربة، كما أن النظام الجزائري لا يمكن أن يرضي الجزائريين الأحرار، وطبعا هم يعبرون عن ذلك في كل وقت وحين. إذن نبدأ تفاصيل الفيديو، واش الجزائريين ضد النظام ومع خاوة خاوة وكتحلف بالله وتحلف وتعطي لقلبها. وهذا طبعا كنت سنت كما قلت غير شي شوية لكان يمكن أن يكون رأي آخر، ولكن ما اللي استفزني أكثر هو حينما قالت بأن الجزائريين تجمع حب وتبن الشعب والنظام، وهذه عمرها ما كانت تتحدث في ثقة في النفس يحسد عنها، بأن الجزائريين هما ضد المغرب، ويعني هي لغة حمام العيالات ليس أقل ولا أكثر، واللي كيدعموا المغرب هما السعودية وإسرائيل وميريكان. شرح لي شكون كيوقف مع المغرب في هذا الشيء؟ شكون من غير السعودية؟ لأن الملك عنده علاقات مع العائلة المالكة ديال السعودية، الإمارات لأن الملك محمد السادس عنده علاقات مع الحاكمين ديال الإمارات، إسرائيل حيت اليهود المغاربة كاينين في إسرائيل وحاكمين في مراكز قرار، ميريكان بعد الله وعلم الملك شنو الصفقة اللي دار مع ترامب، ترى داك ترامب واحد المادي واحد التوا ان براغماتيك منو ما كان، واش غير جاو اعترف؟ ماشي فقط. انا نقول لك واحد القضيه، في كاس العالم الاخير السعوديه دعمت الولايات المتحده الامريكيه والجزائر دعمت المغرب، اذا حتى المواقف ديال النظام ما يمكنش اننا نجنوها دائما وابدا، دا خصك تنتبه ليها. ولكن القضيه اللي غادي نفصل فيها اكثر هي دعم اسرائيل المغرب ويهود المغاربه. ومزيان عجبتني في واحد القضيه اللي قلتي انني واقعيه، انني براغماتيه. مزيان ملي كتشوفي مثلا اعداء الوحده الترابيه هما النظام الجزائري، ما غاديش نختلفوا على هذه القضيه، غير انا كنطلب منك انك تمشي بهذه الواقعيه ديالك الى ابعد الحدود، ما تبقايش تصوري وتمارسي السذاجه وتصوري بان النظام الاسرائيلي يدعم المغرب، وان المغرب بالنسبه ليه هو المسيح المنتظر او اشياء من هذا القبيل. هذا يتنافى مع الحكمه السياسيه تماما، وكان يعني المغرب راه حروه يهود تل ابيب، وكان المسيره الخضراء قادوها يهود تل ابيب، والامر يختلف تماما. راه حتى اليهود المغرب، انا ما كنقسمش المغرب على اساس ديني، ولكن كيخدعونا بهذه القضيه ديال اليهود المغاربه، كان اليهود كاملين على كلمه سواء ويحتلون فلسطين، مع العلم اننا نجد ان يهود مغاربه نرفع لهم القبعه يساندون القضيه الفلسطينيه كما يساندون الصحراء المغربيه. يهود مثلا مثل سيون اسيدون هو ضد الصهيونيه وضد التطبيع، مثل ابراهام السرفاتي ضد التطبيع، جاكوب كوهين كذلك، ألبرت عياش، شيمون ليفي، العديد من اليهود المغاربة الواعون بمنطق الصراع، والذين يعرفون أن إسرائيل تتخذ قضية الصحراء المغربية ما هي إلا بقرة حلوب لكي تبيع أسلحتها، ولا أدل على ذلك صفقة التسلح الأخيرة. إسرائيل لا تعترف بالوحدة الترابية المغربية. عباد الله راه نتنياهوم دارت خارطة المغرب مقطعة، وما كاينش بيان رسمي ديال إسرائيل أنك تعترف بالوحدة الترابية المغربية، ولا يهمنا أن تعترف أو لا تعترف، مادام نحن كمغاربة نتمسك بالصحراء المغربية بدون أي دخيل أجنبي يمكن أن يزيد القضية توترا، ليس إلا قضية أخرى. اليهود المغاربة راه ما كاينش يهود مغاربة في تاريخ المغرب بقيمة مثلا الزرقطوني، باش نبقاو نصنعوا من يهود تل أبيب أبطال، هذا راه منافي لمنطق التاريخ، أن المغاربة اللي في الداخل هم الذي يجب أن يعول عليهم، طبعا يهود مثل سيون أسيدون والأسماء التي ذكرت، وأيضا مغاربة. أما الاحتماء واعتبار بأن يهود تل أبيب هم مسيح الزمان فهذا مجانب للصواب. وانا نقول قضيه اخرى، دونالد ترامب قدم خدمات
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الفلسطيني، ضم الجولان قرار سياسي إلى إسرائيل، ست دول أربع دول عربية إلى التطبيع، قدم خدمات كبيرة لإسرائيل. في آخر المطاف ماذا وقع لدونالد ترامب؟ في آخر المطاف استعمل كل الطرق الميسورة وكل الطرق المعروفة والغير المعروفة، المشروعة وغير المشروعة، ما عقلوش عليه بهذا المعنى. وكيفاش حنا هاد اليهود اللي في إسرائيل أنه ممكن أنه يدافعون على مصالح، راه ما دافعوش على المصالح ديال ترامب اللي كاينه في الكونغرس وفي البنطاغون، أكبر لوبي إسرائيلي، وما عقلوش عليه. فين هو حسني مبارك اللي بقى كيقول لهم المغطي بالأمريكان عريان، اللي هي المغطي بإسرائيل عريان في الحق؟ فين هما عملاء الجنوب اللبناني؟ فين هما؟ فين هو محمد أنور السادات؟ فين هو الرئيس أبو عمار الفلسطيني اللي دار السلام مع إسرائيل؟ كما قتلاتهم. إذا لا يمكن التحويل على أي طرف خارجي لإنهاء الأزمة. يجب أن نثق أولا بإمكانياتنا نحن والتعبئة الشعبية. أما الرهان على يهود مغارب دعم القضية الفلسطينية، ما هو إلا مدعم القضية الوطنية، ما هو إلا هراء ليس إلا. قضية أخرى، أين هو الشعارات التي أتى بهم التطبيع؟ دعم القضية الفلسطينية بمقابل فتح استثمارات في الصحراء والاقتصاد. فكرتني في هذه القضية اللي كان كيقولها محمد أنور السادات، التطبيع هو أنهار من العسل واللبن على مصر ودخول استثمارات. مازال الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي بسفارتها إلى الداخل أو إلى العيون. إذن ما هي إلا تجارة للوهم خوتي المغاربة والأخت ميساء سلامة الناجي. الصحراء مدير لنا مشكل إصلاح، هو طبعا هذه كانت اتفق أنا وياك، كانت اتفق، ولكن فين غاد نختلفوا؟ غاد نختلفوا في المدخل لهذا حسم الملف. الحسن الثاني مثلا كان في آخر مراحله علم بأن قضية الصحراء المغربية يجب أن تقحم أكبر عدد من المعارضين، وفتح هامش أوسع الديمقراطية الذي مكن تلك التعبئة من استقطاب أصوات معارضة وضمها إلى الصوت الواحد الذي يعبر عن مغربية الصحراء، وفعلا حققت بعض المكتسبات. الآن الذي يقع هو العكس تماما، هو زيادة في الحكومة النيوليبرالية، زيادة في البطالة، ويعني وتقليصها مش الحريات وضرب المواطنين على اللقاح وغير ذلك. وبغيتي التعبئة للصحراء المغربية، كيف درتي لها؟ تطلب فتح وتوسيع الهامش الديمقراطي. الآن مثلا غير مؤخرا مثلا تسقيف التعليم، وهذا العبد الضعيف هو محروم من لا أقول الوظيفة العمومية ولا وظيفة في التعليم، اللي هو حق دستوري، حق دستوري أنا محروم منه فقط لأنني تجاوزت 30 سنة. ماشي حتى الوظيفة العمومية، غير الأمل في الوظيفة، غير تفكر وتقول راه باقي لي أمل وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. حرموك تمن الأمل في هذه البلاد، هذا غير منطقي ولا يمكن أن يعول على مثل هذه القرارات، يعول عليها عنها لكي تدفع بقاطرة الوحدة الترابية إلى الأمام. راه المواطن وقضية الكرامة لا يمكن فصلها عن المواطن الوطن، حتى لا يمكن أن نقول الوطنية للأغنياء، الوطن الأغنياء والوطنية للفقراء. وراه أنت قلتيها، قلتي ما يمكنش أنك ما تكونش مدير اللقاح، راه أنت مش مغربي، ولكن كيفاش غادي نديروا لها الأخت ميساء سلامة الناجي؟ راه هي تطلب بالأساس فتح هامش الديمقراطية وتوسيع هامش الديمقراطية. خاطرك لا يتسع إلى مثل هذه الآراء بدون تأكيد، وخاصة أنت في